من جديد عنوان ومواقف ترحب بكم بعد فترة من معرض الفنان عبد الله شاهر إلى اللقاء مع الفنان المصري محمد إدريس، وبنرحب بيه بنقول له كل سنة طيب ورمضان كريم. مرحبا، أهلا بيك يا أستاذ رضي، الله يحفظك أبو أحمد. يا مرحبا. كلمنا عن تجربتك الأخيرة أستاذ محمد. والله بعد ما خلصت الحمد لله موضوع يعني العلاقة بالحرف العربي وعلاقة التشكيل بالحرف العربي، حاولت ان انا ارجع تاني للمناظر الطبيعية والخلوية، وحاولت ان انا اعمل يعني نوع من الدمج بين اللاندسكيب وبين الابستراكت او التجريد باللمسات اللي فيها قدر من الحيوية ودفقة العاطفة مع اللون، وفي نفس الوقت بحاول ان انا يكون في قدر من التحكم بالعقل مع هذه العاطفة، بحيث ان كان معرض حنين الحروف نوع من يعني انطلاق العاطفة بالألوان بشكل غير مقيد بالعقل ويمس القلب بشكل أكثر. ولكن هنا في التجربة الجديدة اللي إن شاء الله بحاول أنا أعرضها مستقبلا، إن يكون فيها نوع من التحكم العقلي شوية مع العاطفة، بحيث ظهرت اللمسات وكأنها محسوبة في بعض اللوحات وفي بعض الأماكن. درست أغصان الشجر، البحر، الليل والنهار، الأمور اللي هي بتمس يعني عملية التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وبحيث ان انا اصيغها باسلوب ايضا غير مضاهاة للطبيعة ومحاكاة للطبيعة بشكل مباشر، ولكن بشكل في نوع من الشخصية الخاصة بالفنانية. الله يبارك فيك يا صراحة. ده الجميل الفنان محمد إدريس وألوان مواقف، نلتقي على خير.